السلام عليكم. النهارده ابطال الصف الرابع الابتدائي هناخد النهارده حصه مهمه جدا عشان امتحان مارس، وطبعا احنا مش بندي الحصه دي حصه المراجعه بتاع مارس دي عشان خاطر امتحان مارس، لا، لما نعمل المراجعه دي عشان خاطر تقفل منهج مارس، تقفله كاللي انت خلاص تعرفه بقى وتقفل بقى ترميه من دماغك، خلاص انا عرفته وراجعته وخلاص روح بقى. تمام، يلا بينا هنحل مع بعض النهارده ان شاء الله المتميز. ماشي، بالتوفيق ان شاء الله يا حبايبي، ركز بقى معايا في كل كلمه انا بقولها لك. المتميز ده طبعا بنشكر مستر محمود سعيد، مستر محمود سعيد المتميز، يعني الحمد لله الراجل ده راجل محترم وراجل بيتعب عشانكو كتير جدا جدا جدا. كان ليا الشرف ان انا اكون معاه من ضمن الفريق اللي بيعملوا الماس، انا طبعا اللي بعمل الماس. يلا بينا بسم الله. ندخل بقى في question number one. question number one بيقول لك choose the correct answer. أول حاجة أنا هتفق معاك إنك لازم أي سؤال في العالم من أول دلوقتي لازم تقرأه. لازم أقرأ السؤال حتى لو إيه؟ اقرأه. حتى لو أنا عارف إجابته من بصة واحدة، اقرأه. ماشي؟ صدقني هتفرق معاك. ندخل في question number one. انا بقى هحل كده ايه في السريع وهعيد الحاجه اللي محتاجه تتعاد. هنا بيقول لك 4، الفور بقت 8 صح؟ اهي الفور بقت 8، عملت ايه فيها؟ عملت مالتبلاي 2. طب زي ما عملت مالتبلاي 2 هنا اطلع اعمل مالتبلاي 2 هنا. مالتبلاي 2 تبقى 8، 3 مالتبلاي 2 تبقى 6، يبقى 6 اوفر 8. واللي تشوز لازم تروح تعمل تشوز، يعني لازم اختار، ما ينفعش اكتبها 6 كده وما اختارش هنا خالص وما اعملش تشوز، غلط. طب ينفع ما اكتبش واعمل تشوز؟ اه ينفع عادي، يعني لو انت حليتها كده من غير ما تكتب هنا اه صح وهتاخد الدرجه كامله، انما لو كتبت من غير ما تعمل تشوز غلط، لانه هو بيقول لك تشوز. 4 over 5 multiply 1، طبعا احنا متفقين مع بعض ان any number multiplied by 1 equal itself، مهمة دي جدا وممكن تجيلك زي ما هي كده في الامتحان. يقول لك any number multiply 1 equal no، قول له itself نفسه. يعني ايه نفسه يا مستر؟ يعني 3 multiply 1 هي 3، 5 over 10 multiply 1 هي 5 over 10. ماشي؟ ما فرقتش معايا دي. طيب خد لي بقى السؤال ده كمان بالمره. يقول لك any number، اي number multiplied by 0 equal 0. any number هتعمله multiply 0 هيطلع 0 اهو، يعني 3 multiply 0 ب 0 مش ب 3. 5 over 10 multiply 0 تطلع برضه 0. اتفقنا؟ يبقى دول حاجتين مهمين قوي تاخد بالك منهم. اروح هنا بقى 4 over 5 multiply 1 هي نفسها ال 4 over 5، ما فرقتش معايا في حاجه. ادخل على اللي بعده. يقول لي 1 over 9 plus 1 over 9 plus 1 over 9 plus 1 over 9 equal، المفروض هنا equal كام؟ المفروض اقول له يا مستر دي 1 2 3 4، يبقى 4 اوفر 9 لان الدينومينيتور بيفضل زي ما هو. طب 4 اوفر 9 دي فين؟ مش لاقيها، انا مش لاقي 4 اوفر 9. اعمل ايه؟ هروح بقى اشوف مين اللي في دول يديني 4 اوفر 9. هل 9 اوفر 5؟ لا. هل 4 اوفر 36؟ لا. هل 1 1 اوفر 9؟ لا. امال ايه؟ 4 مالتبلاي 1 اوفر 9. وانا قايل لك قبل كده لما تلاقي في بلس بيتكرر ريبيتد اديشن، يعني ايه ريبيتد اديشن؟ يعني بلس عمال يتكرر، بلس عمال يتكرر، لما تلاقي بلس عمال يتكرر يبقى ده مالتي بلاي اصلا. فانا هقول لنفسي 1 اوفر 9 اهي اتكررت كم مره؟ شفتها انت قدامك كم مره؟ 1 2 3 4، يبقى 4 مالتي بلاي 1 اوفر 9 اللي هي 4 اوفر 9 اصلا. ماشي، يقول لي انا عايز ده as a mixed number، انا عايزه mixed number. mixed number يعني ايه يا مستر؟ يعني زي ده كده، طبعا انا مش هو ده بس انا بقول لك زيه، زي اللي هو ايه، في نمبر هنا وفي فراكشن جنبي.
حلو حلو، تعال نشوف بقى دي هتبقى ايه بقى. هقول له يا مستر ادي الفراكشن، انا هكتب هنا في المكان الواسع ده، ادي الفراكشن، فراكشن زي ما هو، الدينومينيتور اللي هو الايت، الدينومينيتور اللي تحت ده يفضل زي ما هو ايه، يبقى اللي تحت ده اللي هو في الدينومينيتور بيفضل زي ما هو، واقف زي ما هو ما بيتغيرش. وبعدين اقول له 9 ديفايد 8، يعني ال 9 فيها كام؟ 8 فيها واحدة فتبقى 1، باقي كام من ال 9؟ انا اخدت من ال 9 8 فباقي منها كام؟ باقي 1، يبقى 1 اند 1 اوفر 9 اوفر 8 اهي. فين هي؟ اهي، اروح اعمل لها تشوف. تعال نقول كمان واحدة، لما يقول لي 3 اوفر مثلا 2 عايز احلها، ادي الفراكشن ال 2 دي ماليش دعوة بيها، 3 ديفايد 2 يعني 3 فيها كام؟ 2 فيها واحدة يبقى 1، اخدت من ال 3 دي 2 اعمل ايه؟ يفضل لي 1. تاني لما يبقى عندي 18 اوفر مثلا 5 اقول له كده، ادي الفراكشن ال 5 ولا ليا دعوة بيه، 18 ديفايد 5 بدور في تيبل ال 5 على ال 18، 5 مالتبلاي 1 5، لا ده لسه بعيد قوي، 5 مالتبلاي 2 10، 5 مالتبلاي 3 15، 5 مالتبلاي 4 20، 20 دي كبيره، يبقى 5 مالتبلاي كام؟ 3، 5 مالتبلاي 3 اديني 15، باقي كام من ال 18؟ باقي 3، فيبقى 3 and 3 over 5. ماشي؟ ده دروس كامله دي. 5 over 10 as a decimal، قلت لك يا حبيب قلبي علشان تخلي fraction decimal لازم الدينومينيتور، الدينومينيتور اللي هو اللي تحت ده يبقى حاجه من اتنين، عندك السنه دي يبقى 10 او 100، لو مش 10 ولا 100 ولا يمكن، لا يمكن تعرف تخليه decimal السنه دي طبعا، كلام على السنه دي، انما في اي سنه تانيه تقدر عادي ان شاء الله، لما تكبر هتقدر. يبقى دلوقتي بيقول لي 5 اوفر 10، طب 5 اوفر 10 دي ايكوال ايه؟ هسأل نفسي سؤال، امشي بالترتيب كده، في هنا نمبر، في هنا حاجة واقفة؟ لا، يبقى 0 بوينت. تاني بصة بتبصها عليه، بتبص على الدينومينيتور ده، الدينومينيتور ده 10 ولا 110؟ يبقى هنا في الديسيمال هيبقى فيه 1 ديجيت، رقم واحد. طب هو فين؟ الفايف اهي، يبقى 0.5. تاني تاني، شوف انا بشرح بالتفصيل اكنك بتاخد الدرس لاول مره. لو انا عندي 13 اوفر 100 هقول له ايه؟ اقول له يا مستر هل في هنا حاجه؟ لا، يبقى 0 بوينت. ال 13 دي سيبك منها، انا التاني بص، ببص هنا دول 2 زيروز، يبقى هنا 2 ديجيت، لازم يبقى في رقمين. طب هما فين؟ ما هي ال 13 اهي، فتبقى 0.13. بص بقى لو 6 اوفر 100 اعمل ايه بقى يا مستر؟ اقول له يا حبيبي هنا في حاجه؟ لا، يبقى 0 بوينت. تاني بص، ببص على الدينومينيتور هنا يا مستر المفروض يبقى فيه 2 ديجيتس في الديسيمال، طب ما فيش هنا غير واحد بس، احطه هنا بعيد ويتحط هنا زيرو، فيبقى 0.06. اتفقنا؟ طيب لو قايل لي كده 15 اوفر 10 ادي ايه؟ ابص كده، ده ال 15 دي مور ذان ال 10، يعني اكبر من ال 10، كل دول كان اللي فوق بيبقى اصغر من اللي تحت، اللي فوق اصغر من اللي تحت، اللي فوق اصغر من اللي تحت، شوف انا بكلمك بلدي خالص اهو، النوميريتور ليس ذان الدينوميريتور، او بمعنى تاني اقول لك ايه؟ اقول لك الفراكشن ده اسمه بروبر فراكشن، فلما يبقى الفراكشن ده بروبر، بروبر يعني اللي فوق اصغر من اللي تحت، بتعمل زي ما احنا عملنا كده. انما لما يبقى امبروبر زي دي 1 15 اوفر 10، ال 15 دي مور ذان ال 10، اعمل ايه؟ هقول له يا مستر مش 10 دي يعني البوينت افتر 1 ديجيت؟ اه، يبقى دي ال 15 تتكتب والبوينت هنا، فيبقى في 1 ديجيت مكتوب هنا. تاني لو انا عندي 536 اوفر 100 اعمل ايه؟ الاقي اللي فوق دي كبيره، اعمل ايه؟ اكتبها زي ما هي، هنا 2 زيروز يبقى البوينت افتر 2 ديجيت، فيبقى هنا 2 ديجيتس، يبقى البوينت هنا.
ماشي، يبقى انا قلت لك تقريبا كل الحاجات. خد بقى النوتس الجميله دي، النوتس اللي انا قايل لك احفظها لو فاكر، ان هاف ايكوال 0.5، لازم تبقى عارف من غير بقى ما ادخل في حوار ان انا افضل اخلي الدينومينيتور مش عارف ايه. يابا من الاخر كده بيني وبينك، هاف يعني 0.5، خلصنا. 1 اوفر 4 دي 0.25، كمان واحدة خلصت. طب 3 اوفر 4 دي 0.75، وخد بالك لو ما استفدتش بيهم السنة دي هتستفاد بيهم السنة الجاية، بس انت هتستفاد بيهم السنة دي. 1 اوفر 8 ايكوال 0.125، جميل جدا. يبقى انا يا حبيب قلبي محتاجك تعرف دي كويس جدا، محتاجك تحفظهم، حطهم في ودانك، سيف، تحفظهم، حطهم في عقلك هنا كده. لما اجي اقول لك الهاف ايكوال ايه بالديسيمال تقول لي 0.5 على طول. اتفقنا؟ اتفقنا. نرجع للحاجه بتاعتنا، يلا 5 اوفر 10 خلاص 0.5. طب ليه مش 0 يا عم؟ قلنا 10 في الدينومينيتور يبقى فيه 1 ديجيت بس هنا. عارف لو كانت 5 اوفر 100 كانت بقت دي. طيب عايزك تعرف كمان حاجه، ان 100 معناها اوفر 100، يعني معناها البوينت افتر 2 ديجيتس. ف 8100 معناها 81 اوفر 100، معناها بالديسيمال هنا 2 ديجيتس اهو، يبقى 2 ديجيتس يبقى 81، وهنا البوينت 2 ديجيتس اهو وهنا 0. فممكن الاقي دي في اللي تشوز، ممكن الاقي دي في اللي تشوز. فين هي فين هي فين هي؟ اهي 0.81. يبقى كلمة 100 في معناها اوفر 100، أول ما أشوف 100 أحطها أوفر 100 أو 10 أوفر 10. جميل، زي دي أهي 9 10، أنا هرجع لدي دلوقتي 9 10 ولا 19 أوفر 100، أعمل إيه؟ أقول له 9 10 دي يا مستر يعني 0.9، و19 أوفر 100 دي يعني 0.19، هنا 0.9 وهنا 0.19. هتقول لي يا مستر ال 19، اقول لك اسكت، عيب عليك بعد كل التعب ده يا راجل. 0.9 اشمعنى؟ قلت لك يا حبيب قلبي لما يبقى في ديسيمال وعايز اشوف مين الجريتست ببص واحده واحده. ابص اول حاجه على الهول، الهول هنا 0 والهول هنا 0، ده قد بعض. ادخل على اللي بعدها، هنا 9 هنا 1، واحدة بواحدة. ها؟ فيبقى الناين دي هي الكبيرة، يبقى الناين دي على طول تاخد الساين، العلامة. ماشي؟ أطلع للي فوق، the horizontal and the vertical lines in the graph is called، الهوريزونتال والفيرتيكال دول اسمهم إيه؟ اسمهم axes، أو اللي هو ده وده. ده اسمه axes وده اسمه axes. ده الهوريزونتال اكسس، ده الفيرتيكال اكسس. ذا ديجيت ان ذا 10، مين اللي واقف في ال 10؟ اهي ال 9. طب الايه ال 4 دي واقفه فين؟ في ال 100 بال تي اتش. ها؟ طب ال 8 دي واقفه فين؟ في ال 1s. طب ال 7 دي واقفه فين؟ في ال 10s بالاس مش بال تي اتش. تمام؟ يبقى ال 10th، التنس يا مستر، التنس يا مستر، فين التنس؟ اهي اول واحده بعد الفور، اللي بعدها دي بتبقى 100. 15 اوفر كام ايكوالز 5؟ على طول اقول له ايه 15 اوفر دي معناها 15 ديفايد كام ب 5؟ 15 ديفايد كام؟ ديفايد 3، عشان تبقى 15 ديفايد 3 5، يبقى 3 اوفر هي هي ديفايد. طيب عايز اعمل ماينس، اول حاجه عايزك واد ناصر عايز تعمل ماينس، اعمل الفراكشن الاول، ابدا بالفراكشن الاول. شوف انا بنصحك يا ابني، والنصيحه كده نصيحه حلوه،
ايه هي؟ ان انا ابدا بالفراكشن. في ناس كتير مستعجله تقوم قايله لي ايه 5 ماينس 3 2 3 ماينس 1 2 وهنا 7، هيطلع مساله صح بس في مساله مش هتمشي معاك صح. فدايما عود نفسك زي ما كنت بقول لك زمان، لازم ابدا من الونز. لما يبقى عندي 352 ماينس 298 ما ترجعش تقول لي 3 ماينس 2 1، هو ينفع ابدا من ورا؟ طب ما انت هتيجي تقول لي 5 ماينس 9 ما تنفعش، هتعمل ايه بقى؟ هتروح تبوره من ايه؟ هتروح تستلف من ايه؟ فهي هي دي نفس النصيحه، زي ما كنت بقول لك ابدا من الونز بقول لك النهارده ابدا من الفراكشن. فهنا هبدا من الفراكشن، ادي الفراكشن اهو. اول حاجه تعملها تبص على الدينومينيتور، الدينومينيتورز اللي تحت شوفهم زي بعض ولا لا؟ هنا 7 هنا 7، الحمد لله احمد ربنا يا ابني وحط ال 7 زي ما هي، يبقى زي بعض. اه حط ال 7 حطيت، وبعدين اقول له 3 ماينس 1 2، وبعدين اقول له 5 ماينس 3 2، فتبقى 2 and 2 over 7 where 2 and 2 over 7 اهي. جميل بير، ما تحلش معايا، ما تمسكش ورقه وقلم وتحل معايا المتميز ده، لا انا محتاج تحلها لوحدك بايدك، انت تشوف معايا كل حاجه كده جميل وبعدين تروح تحلها بايدك. 16 10 احنا اتفقنا 10 يعني ايه؟ يعني اوفر 10، فدي 16 اوفر 10، ادور مش لاقيه، طب خليها ديسيم اوفر 10 يعني البوينت افتر 1 ديجيت فيبقى 1.6. شكرا. فين هي؟ اهي. Which of the following can be represented by a line plot؟ اللاين بلوت ده بيمثل ايه؟ بيتمثل بيه ايه؟ بيتمثل بيه لا اما النمبرز لا اما الميجرمنتس. يعني ايه ميجرمنتس يا مستر؟ يعني قياسات زي لينث زي ويدث زي ديستانس زي ويت زي ماس، اي حاجه بتتقاس زي تايم، اي حاجه بتتقاس بتتحل باللاين بلوت. طيب الحاجه الثانيه اللي هتجي لي في الامتحان هيجي لك دبل بار جراف اللي هي زي دي، لما تبقى كومبير بتوين تو ثينجز يعني بتقارن بين حاجتين، لما تبقى بتقارن بين حاجتين على طول دبل بار جراف. هكتبها لك ايه؟ هكتبها لك ايه مهمه لان جاي سؤال اقسم مش عايز ما بحبش احلف، كنت لسه هحلف، لا مش هحلف بس صدقني جاي سؤال على الدبل بار جراف صدقني. يبقى الدبل بار جراف واللاين بلوت برضه، بس الدبل بار جراف اكتر، بس هما كلمتين اللاين بلوت. انا ما بتكلمش على امتحان مارس، انا بتكلم على امتحان اخر السنه. اللاين بلوت وعندك التاني اسمه دبل بار جراف. الدبل بار جراف لو كومبير، اقولها لك بالبلدي اهو، قارن بين حاجتين بالبلدي خالص اهو، لو بتقارن بين حاجتين يبقى دبل بار جراف. يقول لك مثلا التمبريتشر ان ايجيبت او السعوديه مثلا، حاجتين اهو، اللوست تمبريتشر والهايست تمبريتشر، ادي حاجتين اهو. يقول لك ذا ماركس اوف محمود اند ساره، محمود وساره مثلا الدرجات بتاعتهم ان ماس مثلا، فبيقارن بين حاجتين. اول ما تلاقيه بيقارن بين حاجتين تعرف ان هي ايه؟ على طول دبل بار جراف. طب يا مستر اللاين بلوت، قال لك اللاين بلوت لو ميجرمنتس، ميجرمنتس دي يعني قياسات، يعني اي حاجه بتتقاس زي التايم زي الويت او الماس زي الويت زي الهايت زي اي حاجه اي حاجه اي حاجه زي اللينث، اي حاجه بتتقاس اي حاجه بنعرف نقيسها تمام. وحاجه كمان وفريكوينسي اللي هي النمبر يعني بالبلدي نمبرز او تكرارات، حاجات عماله تتكرر نمبر زي النمبر اوف النمبر اوف مثلا اي نمبر اي نمبر، لما تلاقيها كلها نمبرز كده تعرف اللي هي ايه؟ اللي هي لاين بلوت.
لما تبقى ميجرمنتس اي حاجه بتتقاس برضه لاين. طب لو مش كده ولا كده يبقى بار جراف اللي هي العادي زي فيفوريت كالر. يقول لك انا هعمل دلوقتي هرسم جراف للفيفوريت كالر. فيفوريت كالر هو بيقارن بين حاجتين؟ لا. طب في حاجه ميجرمنت حاجه بتتقاس؟ طب نمبر؟ لا. يبقى بار جراف على طول. لو مش حاجات من اللي قدامك دي يبقى بار جراف. اهو تعال نشوف. بقول لك which of the following can be represented by a line plot. انا همسك كل واحده واقول لك بتاعتها ايه. The favorite sport دي ايه؟ دي بار جراف عادي لانه ما بيقارنش بين حاجتين وما فيش حاجه بتتقاس وما فيش نمبر. favorite subject نفس الكلام بار جراف. نمبر على طول هي اللاين بلوت. طب فيفوريت كلر دي باركر. اتفقنا؟ حلو قوي. which of the following is not equivalent not اخد بالي من ايه؟ من not يعني مش قدها. طبعا 5 و3 over 10 هي 5.3 و5.3 هي 5.30 ودي برضو هي 5 and 30 over 100. لقيت دي هي اهي، ولقيت دي اهي، ولقيت دي اهي. الله ده كل دول ينفعوا الا دي هي اللي ما تنفعش، فدي اللي انا عطلها. ماشي انا متفق معاك قبل كده ان لو زودت زيروز في الديسيمال ما بتفرقش. يعني لو انا عندي 3.8 قلت لك دي هات لي ديسيمال قدها تقول لي 3.8 هزود زيرو، 3.800 ازود زيرو ازود زيرو ازود زيرو. الزيرو زيرو ملهاش لازمه فمهما زودت ما فرقتش. وبرده قايل لك في الفراكشن لما يبقى عندك مثلا 5 اوفر هان اوفر 10 عايز اجيب له ايكويفالنت فراكشن برضو اعمل ايه؟ اقول له يا مستر ادي ال 5 وادي ال 10 حط زيرو هنا زيرو هنا. فلو زودت زيرو فوق زيرو تحت ما فرقتش معايا. زودت زيرو زيرو ما فرقتش، زيرو زيرو ما فرقتش، زيرو زيرو ما فرقتش، كلهم إيه؟ اتفقنا؟ فدي حاجات مهمة جدا تاخد بالك منها. To compare بيقارن اهو between marks of Sandy and Sol بيقارن بين حاجتين يبقى ايه؟ وانا مغمض دبل بار جراف. دبل بار جراف على طول. 4 multiply 1 over 4 7 قصدي 7 multiply 1 over 4. شوف بقينا بنشوف ال 7 4 وال 4 6 خلاص الارقام هتلحس دماغنا. فانا هقول له ايه؟ ادي ال 7 تحتيها 1 بس ما بتكتبش. 7 multiply 1 7 1 multiply 4 4 فتبقى 7 over 4 فين هي؟ اهي. طب يا مستر هو ممكن ما يجيبليش 7 over 4 في اللي تشوز؟ اه ممكن ويجيب لك ادي 4 يعملها simplest form يبسطها اللي هو ايه؟ ادي ال 4 في الدينومينيتور 7 divide 4 يعني ال 7 فيها كام؟ 4 فيها واحدة. اخدت من ال 7 4 فيفضل لي 3 كان ممكن يجيب لي دي وتبقى هي دي الحل. ماشي؟ يبقى دي او دي الاثنين صح. 2 over 100 البوينت افتر 2 ديجيتس ادي 0 بوينت هنا المفروض يبقى فيه 2 ديجيتس. طب معيش غير 2 ادي 2 اهي حط لها 0. اوعى تقول لي 0 بوينت وادي 2 ديجيتس 20. هو قال لك 20 هو بقول 2 راح تحط الزيرو يمين ليه؟ الزيرو هنا هيبقى 0.2. The value of the digit 5 اخد بالي لما يقول لي value او يقول لي place value. لما يقول لي value يبقى انا عايز القيمه بتاعته النمبر بتاعه. فهو يابا فهو يا حبيبي الخير. The value of the digit 5 ال 5 دي الفاليو بتاعتها ايه؟ هتقول له يا مستر الهول نمبر ده بيبقى 0 بوينت ال 3 دي بتبقى 0 وال 5 تتكسر. طب افرض انا كنت عايز الفاليو اوف 3 اقول له 0 بوينت ال 3 واقفه جنب البوينت يبقى 0.3. طب الفاليو بتاع ال 6 ده 6 دي في ال 1 تطلع 6. طب الفاليو بتاع ال 1 ال 1 يبقى 10 لانها في التينز. خد بالك 2 multiply 3 over 7 ادي الفراكشن ال 7 في الدينومينيتور اهي ماليش دعوه بيها لان هنا 1 ما بيتكتبش. 2 multiply 3 يبقى 6 over 7. عايز اشوف يلا كومبير 0.4 0.34 على طول وانت مغمض هتعمل 34 وتاخد 0. مستعجل ليه؟ هتقول لي الهول هنا 0 والهول هنا 0.
هنا 4 هنا 3، يبقى الفور على طول وانا مغمض ما تكملش. 71 هندردز، ادي 71 اوفر 100. طب مش لاقيها، ما هي 71 اوفر 100 اللي هي 0.71. فين هي اهي؟ ذا ديسيمال، انا عايز الديسيمال. دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى دي 7، اعملها فراكشن اوفر. كلهم كام؟ دول 7، كمل عليهم 1 2 3، يبقى 7 8 9 10، يبقى 10، يبقى 7 اوفر 10. طب 7 اوفر 10 اللي هي مين؟ 0.77 in the number. انا عايز النمبر، which digit is the 10th؟ مين اللي واقف في ال 10th؟ ال 10th هنا فين؟ على طول ال 6th، ال 10th. عارف لو قال لك 10th تقول له مين؟ تقول له 3. حلو، 15 اوفر 10 لسه قايلينها. اوفر 10 يعني البوينت افتر 1 ديجيت، اهي ادي 1.5. بكل احترام وتقدير، زي 4.79. هقول له ايه؟ هقول له يا مستر ادي 4 وادي الفراكشن وهنا 2 ديجيتس في الديسيمال، يبقى هنا 100. لو كان واحد بس كنا قلنا 10، وبعدين هنا 79 تبقى 79، يبقى 4 و79 اوفر 100. استنى، خد بالك ان دي ممكن كانت تتقال بطريقه تانيه. هقول له يا مستر مش هنا في 2 في الديسيمال؟ اه، يبقى في 2، يبقى هنا 100، واكتب ده كله فوق 479، فيبقى 479 اوفر 100. دي صح ودي صح. 4 ones، ايوه ايوه اديلي 4 ones، يعني 4 في ال ones، والبوينت جنبها ايه؟ 6 tenths، وتاكد انها بال تي اتش، يبقى 6 tenths يعني 6 هنا، 2 hundredths يعني 2 في ال 100، يبقى 4.62 اهي. خد بالك عشان هيضحك عليك في سؤال تحت كده دلوقتي. 5.5 tenths، ركز بقى ركز. كلمة تنث هنا معناها أكني عملتها مالتبلايتد، فتنث دي بتحرك البوينت هنا مرة واحدة، فتبقى 55 تنث. عارف ليه؟ عشان تبقى 55 تنث دي أكنها 55 أوفر 10، لأن أنا متفق معاك لما يبقوا جنب بعض كده التنث دي معناها أوفر 10. اوفر 10 دي يعني ايه يا مستر؟ يعني البوينت افتر 1 ديجيت، فتبقى 5.5. الله، رجعت زي ما هي. اه، يبقى لما تشوف اي حاجه هنا، اي حاجه مثلا يقول لك 3 ايكو نقط 10، عايز اعمل ايه عشان اعملها؟ هعمل دي مالتبلاي 10، 3 مالتبلاي 10 30، فتبقى 30 تنث يعني 30 اوفر 10، هتشيل الزيرو مع الزيرو تبقى 3. اه، تصدق دي رجعت زي اصلها. طيب لو قال لي كده 3 ايكوال كام و100 بقى؟ 100 معناها تعمل مالتبلاي 100، هتقول له 3 مالتبلاي 100 ب 300، 300 100 ماشي. وانا اصلا متفق معاك ان ال 1 هول ايكوال 10 تنث، صح ولا ايه؟ ما هي 10 تنث يعني 10 اوفر 10. طب ما 10 اوفر 10 ايكوال 1، لان اي حاجه على نفسها ب 1. فاكر انت الكلمه دي لازقه في دماغك انت اكيد، اي حاجه اوفر نفسها ب 1، فيبقى 10 اوفر 10 دي ب 1. جميل. طب ما ال 1 هول برضو دي مهمه، لان دي هتيجي في امتحان، equal 100 100. يعني ايه؟ يعني 100 over 100 ماشي. ال 1 hole equal 4 fourths، 6 6 8 8 9 9 12 12 كده ماشي. تمام جدا، لانك لازم تبقى عارف ان ال 1 equal 3 over 3، 4 over 4، 2 over 2، 100 over 100. أي حاجة over نفسها
تديني وان. ماشي ماشي، حلو جدا. هنا بقى افرض نرجع لموضوعنا، افرض كان في بوينت يعني مثلا 6.32، وبيقول لك 6.32 ايكوال كام تنث، ودي 6.32 ايكوال كام هندرد. استنى بقى استنى بقى، اتكلم على عقلك كده. احنا اتفقنا لما يبقى في حاجه هنا وهنا تنس، على طول بعمل مالتبلاي تن. طب ما مالتبلاي تن دي معناها ان انا هحرك البوينت دي مره واحده تو ذا رايت، مره واحده لليمين، يبقى هتشيل البوينت دي تحركها لليمين كده، فتبقى 6.32. طب 100 هحرك البوينت مرتين، ما هي مالتبلاي 100 يعني دي 1 ادي 2، تبقى 6.32. ماشي، مهم جدا الكلام ده. يلا بينا 0.9 less than، وخد بالك من دي less than، يعني اللي هيجي هنا هو الجريتست، هو الكبير. ماشي، طب يا مستر 0.7، لا ده صغير. 0.15 اوعى، لان هنا 9 هنا 1، فال9 دي هي الكبيره برضه، فلا دي صغيره. 0.8 لا برضه، 1.2 طبعا 1.2. اشمعنى يا مستر؟ عشان هنا في الهول 1 انما هنا في الهول 0. طيب 6 مالتبلاي كام؟ يبقى 6 اوفر 5 على طول، مالتبلاي 1 اوفر 5. ليه يا مستر؟ عشان تبقى 6 مالتبلاي 1 6، وال 5 في الدينومينيتور هي 5. جميل جدا، 0.7 يبقى 7 اوفر 10. خلاص بقى ده لعب عيال ده بقى. طب 3 مالتبلاي 3 اوفر 11 مالتبلاي كام؟ تبقى 6 اوفر 11. ادي اهو يا بابا، هقول له سيبقى، لا مش فراكشن، هقول له هنا ال 3 بقت 6، عملت ايه؟ عملت مالتبلاي 2. طب ال 11 بقت حاجه؟ لا ده ال 11 هي ال 11، خلاص يبقى مالتبلاي 2 بس. ال 3 بقت 9، عملت مالتبلاي 3، ال 1 مالتبلاي 3 اديني 3، اروح اعملها تشو 53 تنث، معناها 53 اوفر 10 معناها 5.3 اهي. شوف بقى شوف بقى، هتقول لي يا مستر السؤال ده لسه حلينه، اقول لك بس استنى، 4 ones ادي 4 في ال ones وجنبها البوينت، 6 تنس انت متعود ان 6 تنس ايه 200 يبقى 2، غلط دي تنس مش تنس، مش بالتي اتش هي صح. انا هقول له تاني 4 ones ادي 4 ones وجنبها البوينت، 6 تنس، تنس يعني هنا في التنس عشان سكستي، 6 تنس دي بسكستي يبقى 64. طب 2 في الهندرد، اروح احط 2 في الهندرد. طب التنس دي هتفضل فاضيه؟ لا احط لها دي، فيبقى 64.02. 3 بلس 0.3 بلس 0.03 ادي 3.33 جنب بعض كده 3. شوف شوف، لو سبتها كده هتاكلوني، هي 3.33 اهي، 1 اوفر 3 ولا 15 اوفر ولا 0.15. انا ما اعرفش احل كده، اعمل ايه؟ اقول له يا مستر ال 0.15 دي هي 15 اهي، اكتبها هنا 15 اوفر 100، صح ولا انا غلطان؟ صح، فبقى فراكشن وفراكشن. اسال نفسي هل الدينومينيتور زي بعض؟ لا. هل النومينيتور زي بعض؟ لا. اعمل كروس، اعمل مقص اهو، 3 مالتبلاي 15 يعني 15 و15 و15، 15 بلس 15 يديني 30، 30 بلس 15 45، يبقى دي 45. طب 100 مالتبلاي 1 يبقى اديني 100، طب ال 100 ولا ال 45؟ طبعا ال 100 يبقى ال 1 اوفر 3 هي اللي كبيره. مش فاهم؟ تعال افكرك، انا كنت قايل لك لما يبقى عندك فراكشن وفراكشن عايز اجيب مين الجريتست، ويقول لك هنا مثلا 1 اوفر 2، عايز اعرف مين الجريتست، اعمل ايه؟ هعمل كروس
هنا ال 3 تتعمل مالتي بلاي ال 1 تبقى 3، 2 مالتي بلاي 2 يبقى 4. طب دي 4 ودي 3، يبقى ال 4 طبعا يبقى 2 اوفر 3 هي الجريد. ماشي، خد بالك من دي عشان ما تدخلش في حوار بقى ايه البنش مارك والكلام ده. لا انا بكلمك باسهل حاجه، 12 اوفر 10 معناها 12 اوفر 10 معناها 1.2، لان اوفر 10 يعني البوينت افتر 1 ديجيت. 1.2 فين؟ السؤال ده جاي في الامتحان هيجي زيه يعني. لما تيجي تعمل فراكشن بلس فراكشن او ماينس فراكشن ماينس فراكشن لازم تتاكد من حاجه، ان الدينومينيتور زي الدينومينيتور، الاثنين دينومينيتور ايكوال. فانا هقول له هنا 10 هنا 100، هل ايكوال؟ لا. طب انا عايزهم ايكوال، حط زيرو هنا وزي ما حطيت زيرو هنا عشان تبقى دي 100 هتحط زيرو فوق هنا، فتبقى دي 10 اوفر 100. وحل بقى هنا ال 100 بقت زي بعض تتحط 10 بلس 11 21، فتبقى 21 اوفر 100 اللي هي 21 اوفر 100 0.21 اهي. 2 is equivalent to ال 2 دي قد مين هنا؟ 0 point، لا 0 point، لا 2.0. اه لان 0.0 دي مالهاش لازمه، فيفضل ال 2 زي ما هي، يبقى 2 is equivalent to 2 point. The word form of 6 0.6، طبعا دي 6 بس ال 6 دي واقفه فين؟ في ال 10th، يبقى 6 10th مش 10th 10th. The value، واتاكد هي value ولا place value. The value of the digit 9، الفاليو بتاع ال 9، ال 9 دي الفاليو بتاعتها ايه؟ اقول له 0 point، اللي واقف جنب البوينت دي حاجه تانيه يبقى 0، وال 9 اهي يبقى 0.09. طب the place value، هنا بقى هقول 10th ولا 1s ولا 10s ولا 100s ولا كده. انا هقول له the value of the digit 3، ال 3 دي الفاليو بتاعتها ايه؟ البليس قصدي فاليو، البليس فاليو يعني 100 في التي اتش، لان 6 في ال 10 ودي في ال 100. ايوه 7 10 معناها 7 اوفر 10. طب ال 7 اوفر 10 عايزه تبقى 100، يعني عايزه تبقى اوفر 100، يبقى هقول له هنا 0 وهنا 0 فتبقى 70 اوفر 100 اللي هي 70 100. واتفقت معاك لما يبقى في حاجه هنا وعايزه تبقى 100 بتعمل مالتبلاي 100. طب يا مستر انت كده عملت مالتبلاي 10 بس، ما هو عشان هنا في كلمه 10. اقول لك انا حاجه مهمه، تعال لو انا عندي، ركز يلا، لو انا عندي 10 وال10 دي عايزه تبقى 100 اعملها مالتبلاي 10. لو عندك 10 وعايزه تبقى 100 اعملها مالتبلاي 10. فلما يقول لك 3 10 بالتي اتش طبعا ايكوال كام 100، هتقول له ايه؟ هتقول له يا مستر ال 10 عايزه تبقى 100، هزود هنا 0 اعمل مالتبلاي 10 30. طب افرض كانت 0.5 10 عايزه تبقى 100، هعمل مالتبلاي 10 يعني حرك البوينت هنا مره فتبقى 5. ما هي مالتبلاي 10 لا اما تزود 0 لا اما تحرك البوينت مره لليمين. Which of the following is a fraction less than 1 over 3؟ مين اقل من 1 over 3 هنا؟ على طول اقول له ايه؟ اقول له يا مستر هل 0.34؟ لا طبعا. اقول لك ليه؟ بص هي 1 over 3 دي بالديسيمل طبعا مش هتعرف تجيبها مظبوطه، بس بالديسيمل معروفه اللي هي 0.33333 كتير كده. طيب ال 0.34 هل دي اصغر منها؟ يعني هل دي صغيره؟ لا ده دي 3 ودي 3، دي 4 دي 3، لا يبقى ال 4 هي الكبيره، يبقى دي كبيره. بس طبعا الطريقه دي مش عليك، ليه؟ لان انت مش عارف اصلا ال 1 اوفر 3 هتعملها 0.333 دي ازاي؟ انا مش بقول لك حاجات بقى غريبه عليك، هقول لك حاجات مش غريبه. هتخلي كل دول فراكشن اهو، ادي 1 اوفر 34، ادي 34 عايز اخليها فراكشن 34 اوفر 100، وخلي دي فراكشن 1 اوفر 100
100 لان البوينت افتر تو ديجيت. هقول لك بقى هنا باينه قوي ان 1 اوفر 100 ليس ذان ال 1 اوفر 3. لو انا معايا بيتزا بياكلوها 100 وبيتزا بياكلوها 3، مين اللي هيشبع؟ طبعا ال 3، لان البيتزا ياكلوها 3 ولا هتاخد قطعه كبيره جزء كبير صح؟ فيبقى ال 1 اوفر 3 مور مور ذان ال 1 اوفر 100. هو عايز الصغير، الصغير اهو. طيب 5 بلس 3.7 لما تيجي تعمل ديسيمال بلس ديسيمال لازم تعمل بالانس. بالانس يعني توزن. طب هنا 5 مفيش بوينت يبقى بوينت 0. 0 بلس 7 7 والبوينت تتكتب 5 بلس 3 8 يبقى 8.7. 5 multiply 1 over 7 دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي ايه؟ 5 multiply 1 over 7 هل 1 over 35؟ لا، ده دي المفروض تبقى 5 multiply 1 over 7 يبقى 5 over 7. هل في 5 over 7 هنا؟ لا مفيش. بس استنى، ده في هنا 1 over 7 plus 1 over 7 plus 1 over 7 خمس مرات 5 times. ما هي دي يا مستر بلس بلس بيتكرر هو هو الملتبلاي. ما هي 5 multiply 1 over 7 معناها 1 over 7 plus 1 over 7 plus 1 over 7 خمس مرات. طيب 3300 in standard form 3300 يبقى على طول ايه؟ 0.33 اهي. طيب ركز في دي بقى، ركز في دي، ده سؤال محترم. 30 over 100 30 over 100 دي equals 2 over 10 plus 1 over 10. لازم اخلي الدينومينيتورز كلها زي بعض، مش دي 10 مش دي 100، خلي دي 100 وخلي دي 100 ماشي. استنى بس استنى، انا لسه ما خلصتش. وبعدين زي ما حطيت 0 هنا هتحط 0 هنا، زي ما حطيت 0 هنا هتحط 0 هنا، فانت كده وزنتها ماشي. فهتقول لي ايه؟ قول لي يا مستر ال 20 بلس ال 10 يديني 30 صح؟ يبقى المفروض الدينومينيتور ده يبقى 100 صح. فانت تروح تجري تختار 100. لا استنى بقى، هو اللي كان مكتوب عندك في المسألة كانت 10 كانت 10 ولا كانت 1؟ كانت 1، يبقى هتشيل الزيرو ده مع الزيرو ده يبقى 1 over 10 ماشي. انا وزنت عشان اعرف هي كام. وبعدين او بطريقه تانية، بطريقه تانية من غير بقى لا بالانس ولا الكلام، اقول له يا مستر 2 over 10 plus 1 over 10 اشمعنى؟ عشان تبقى 3 over 10. طب 3 over 10 دي بكام؟ ما هي 30 over 100، لو زودت 0 هنا 0 هنا مش فرق، يبقى over 10. يلا 1 over 8 plus 1 over 8 كم مرة دول؟ 1 2 3 4 5 يبقى دول 5 over 8 لأن عملت اللي فوق كلهم بلس والدينومينيتور بيفضل زي ما هو. ال 1 ولا ال 10 over 3؟ طبعا ال 1 لأن ال 10 over 3 دي ال 10 less than 3، ال 10 أصغر من 3 يبقى أكيد less than ال 1. إنما لو كانت 3 over 10 3 over مثلا 2 3 اوفر 2، عايز اشوف ال 3 اوفر 2 ولا ال 1؟ طبعا ال 3 اوفر 2. اشمعنى؟ لان ال 3 مور ذان ال 2، لما يبقى امبروبر بيبقى مور ذان ال 1، لما يبقى بروبر يبقى ليس ذان ال 1. جميل، حلو قوي، في اي مشكله؟ كده الحمد لله خلصنا اللي تشوز على خير، واظن يعني انك كده يعتبر الدنيا اتلمت عندك شويه. ندخل بقى على الكومبليت ماشي. يلا جهز نفسك. طب بص قبل ما ادخل على الكومبليت عشان تبقى فايق معايا كده، بسم الله. الحمد لله. قبل ما ادخل على الكومبليت واحلها، الكومبليت اقل شويه، هدخل على الانسر عشان في ناس كتير بيبقى مشكلتها الانسر. يا مستر الستوري بروبلمز دي
بتتعبني يا عم والله اسهل حاجه، بس انت بس ايه يعني تفهم، مش بس ابقى بحل كده بالصدفه وخلاص، لا افهم اقرا السؤال. يلا بسم الله يا سيدي، يلا بينا. يقول لك اف، طبعا صلى على النبي كده اولا، صلى على النبي يلا عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش اننا داخلين خلاص على العشره الاواخر من رمضان، العشره الاواخر من رمضان دول يعني فيهم ليله القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، كلنا حافظينها صح؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر ده يعني كام سنة؟ يعني تقريبا كده 83 سنة وشوية، يعني نقول 84 سنة ماشي؟ فليلة القدر أحسن من 84 سنة؟ آه، يعني لو عملت حاجة واحدة صغيرة حلوة كده في ليلة القدر أكني عملتها 84 سنة؟ آه إن شاء الله يعني ماشي. ففي العشرة الأواخر من رمضان دول دايما خليك واد مجتهد وناصح، زي ما بنقول لك خليك ناصح في الماس وناصح مش عارف في الساينس والكلام ده، لازم تبقى ناصح برضو في الدين. إزاي؟ إن أنا عندي فرصة دلوقتي، عندي لو أنا عملت حاجة صغيرة قد كده تتكتب لي في الحسنات بتاعتي اكني عملتها لمده 84 سنه، واحنا هنعيش 84 سنه نعمل يلا ماشي. فعلى طول دايما خليك واد ناصح بتقتنص الفرص. فالفرصه انك تعمل ايه؟ انك في العشر الاواخر من رمضان دول اعمل اي حاجه حلوه حتى لو صغيره. زي ايه؟ زي صلي حتى لو ركعتين بالليل كده لوحدك كده، طبعا في تهجد وفي تراويح وفي كده، بس لا لوحدك كده صلي ركعتين لله كده، قول انا هصلي ركعتين لله دلوقتي، صلي ركعتين لله. عارف لو صليت ركعتين لله ودي كانت ليلة القدر ايه اللي هيحصل؟ ربنا او الملائكة هتكتب لك في ميزان حسناتك انك صليت الركعتين دول اكنك صليتهم لمدة 84 سنة. يعني 84 سنة صليت ياه، شفت بقى كمية الحسنات اللي هتاخدها. اتصدق يعني صدق حتى لو بجنيه واحد، طلع جنيه كده كل يوم، طلع لك جنيه 5 جنيه 10 جنيه زي ما تعمل من مصروفك، بعيدا عن ماما وبابا، ما تروحش تقول لبابا هات اما طلع، سيب بابا في حاله خليك لوحدك من المصروف بتاعك كده، خد طلع كده بالليل 5 جنيه 10 جنيه جنيه بس، طلع قوم بقى في جامع قدوم لحد محتاج اي حاجه. يبقى دي حاجه كمان. ثالث حاجه اقرأ قرآن، اقرأ حتى لو آية واحدة، لو صفحة واحدة، لو كلمة واحدة يا راجل، لو كلمة واحدة، افتح المصحف كده اقرأ آية واقفل كل ليلة. والله صدقني يعني جايزة كبيرة، ما تبخلش على نفسك بيها. نكمل؟ يلا كل سنة وانتم طيبين يا ولاد. ندخل بقى نكمل بسم الله، يلا. فكنت هعمل لكم الفيديو ده على الشاشة بس للأسف ما قدرتش، ادعوا لي بقى. واه من ضمن الحاجات اللي بتعملها في العشر الأواخر بتعمل ايه؟ تدعي لي. ماشي يلا بسم الله. بقول لك if مازن has 2 and 2 over 5 كيلو جرام، انا اللي يهمني النمبرز الارقام، الارقام ده انا اعمل على كل رقم بعد بعمله بقابله سيرك. وخد بالك ما تبقاش عامل ناصح، ما هو ما انت مش هنصح من العالم كله يعني، ما تبقاش عامل ناصح وتروح كده من غير ما تقرا ولا كلمه، تعمل سيركل كده سيركل كده وتروح بقى تشوف انا هعمل ايه بقى، اعملهم بلس وخلاص بالصدفه، اعملهم ماينس وخلاص بالصدفه، اعملهم تايمز وخلاص بالصدفه. لا يا حبيب، خليك اقرا المساله حتى لو مش فاهم حاجه بس اقرا، واعمل سيركل وانا بقرا اللي هو تبقى عارف الرقم ده بتاع ايه، مش بعمل سيركل وخلاص. يقول لك if مازن هاف او هاز او هاد معناها يمتلك، يعني معاه، فمازن ده معاه 2 and 2 over 5 كيلو جرام اوف فلو، يعني مازن معاه دو. هي يوزد يعني هو استخدم 1 and 1 over 5 كيلو جرام تو ميك ا كيك، يعني هو استخدم دول من دول، هو كان معاه دول راح استخدم دول تو ميك ا كيك. find the remainder، remainder يعني ايه؟ يعني الباقي، هات لي الباقي اوف فلور، الباقي كام؟ هو كان معاه 2 and 2 over 5 minus
1 and 1 over 5. ليه؟ هو كان مع دول واستخدم دول. الموضوع تافه اهو. واروح اعمل ماي، ادي الفراكشن اول حاجه ببص عليها الدينومينيتور، هنا 5 هنا 5 تفضل 5، وبعدين اقول له 2 ماينس 1 1، وبعدين اقول له 1 ماينس 1 1، فتبقى 1 1 اوفر 5. وما تنساش حاجه، كيلو جرام، انت عملت ماينس لكيلو جرام هيطلع كيلو جرام، فما تنساش دي. كيلو، يلا بسم الله. يقول لك الرينج اسندنجلي، اسندنجلي دي يا مستر معناها فروم سمولست تو جريتست، يعني من الصغير للكبير. فانا هروح كده فروم سمولست، مين اصغر حاجه قدامك؟ هل 2؟ هل 30 اوفر 7؟ هل 5 اوفر 11؟ طب هتعرف ازاي؟ لما تعملهم كلهم كلهم في السمبلست فورم. ماشي؟ ده سمبلست فورم اهو 2 اند هاف. ماشي، ما ينفعش يتبسط اكتر من كده، يبقى ده 2 اند هاف. طيب اللي بعد 30 اوفر 7، لازم اعملها سمبلست فورم. ادي ال 7 زي ما هي، 30 اوفر 7 يعني 30 ديفايد 7، فانا بشوف 7 مالتبلاي كام تديني 30، مفيش. 7 مالتبلاي كام حاجه قريبه من 30، 7 مالتبلاي 428، يبقى دي 4، يبقى 7 مالتبلاي 428 لسه باقي معايا كام من 30؟ باقي معايا 2، فتبقى 4 and 2 اوفر 7. بسطتها اهو، 5 اوفر 10 هي ال 5 اوفر 11، قصدي 5 اوفر 8. طيب هنا 2، هنا 4، هنا ما فيش، يبقى طبعا دي اصغر واحده، يبقى 5 اوفر 11. وفي الامتحان ما ترقمش، ما تروحش تقول لي دي 1 دي 2 دي 3، غلط. اكتب اكتب، ولما تكتب اكتب الاصل، الاصل اللي جاي لك في المساله. طب وبعدين مين اللي هيبقى اللي بعده؟ 2 اند هاف، اهي 2 اند هاف. وبعدين مين اللي بعده؟ 4 اند 2 اوفر 7. مش هكتب 4 اند 2 اوفر 7، هكتب اللي كانت جالي في المسألة 30 اوفر 6. يبقى انا كده عملتهم ascending، رتبتهم تصاعدي، descending يعني تنازلي، from greatest to smallest. يلا انس ايتس 2 and 1 اوفر 4 كيلو جرام في اورال. منى ام كابيتال، منى ايت 3 اوفر 4. ماشي، what they ate together، together يعني معا، هم اكلوا ايه معا مع بعض. هو الواد ده او اكل 2 and 1 over 4، منى اكلت، يبقى بلس 3 over 4. اعمل فراكشن 4 في الدينومينيتور، 4 في الدينومينيتور تبقى 4، وبعدين اقول له 1 بلس 3 تبقى 4، 2 بلس ما فيش هنا حاجه تبقى 2، يبقى 2 and 4 over 4. ما تسيبهاش كده، هتقول لي 4 over 4 دي ب 1، 1 حطه على 2 يبقى 3، يبقى هنا كام؟ 3. وما تنساش 3 ايه؟ كيلو جرام. كريم ووكس يعني بيمشي 4 5 اوفر 10 كيلو جرام اند كيلو متر، المفروض كيلو متر، كيلو جرام ايه؟ بيمشي كيلو جرام، كيلو متر دي المفروض كيلو متر. ولما تلاقوا غلطة في اي حتة بنعملها اعذرونا، احنا بنكتب، لو جيت شفنا هتعذرني. 5 over 10 كيلو متر، ماشي؟ and run 35 over 100 كيلو متر. how many كيلومتر did he walks and run، يعني هو جري ومشي قد ايه؟ يبقى اعملهم ايه؟ بلس، هقول له 5 over 10 plus 35 over 100 equal. هعمل فراكشن اول حاجه ببص لها، هو الدينومينيتور زي بعض، ابص كده للدينومينيتور، هنا 10 هنا 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 10 هنا 100، لا ما ينفعش. طب انا لازم اخليهم زي بعض، ما تخلي ال 10 100 تحط لها زيرو، وزي ما حطيت زيرو هنا لازم تحط زيرو فوق، فتبقى 50 اوفر 100. واروح احل هنا 100، وبعدين 50 بلس 35 تبقى 85، 85 كيلو متر، 85 اوفر 100. لو سبتها كده خسرت نص الدرجة، يعني لو المسألة دي بدرجتين انت اخدت درجة واحدة. طب اشمعنى يا مستر؟ عشان انت سيادتك مكسل تكمل المسألة. كمل كده
باي فراكشن، يبقى انا جبتها بالفراكشن اهو. اند ديسيمال، عايز كمان يا بابا يعملها بالديسيمال، فيبقى 85 اوفر 100 يعني 0.85 كيلو متر. كده انا جبتها له بالديسيمال وجبتها له بالفراكشن، انا هاخد الدرجه بتاعتي على دي والدرجه بتاعتي على دي، وواد محترم. يوسف has 18 apples، يعني يوسف معاه 18. Two thirds. Two thirds يعني ايه؟ يعني 2 over 3 of the apples are red، يعني في 2 over 3 apple red. How many apples are red؟ وتأكد هو عايز ايه؟ red. ها؟ بقول لك لو انا عندي fraction من حاجة وعندي ال whole number، اعملهم multiply. الفراكشن ده اللي هو 2 اوفر 3، يبقى دي 2 اوفر 3 مالتبلاي ال 18. ماشي، اعمل ايه يا مستر؟ هتقول له ادي ايكوال، وهنا 18 تبقى اوفر 1. اي حاجه من النومريتور انا قلتها لك قبل كده دي، اللي هي السمبليفاي، تبسط اي حاجه من النومريتور من اللي فوق، يعني تنفع ديفايد مع اي حاجه من تحت، اعملها. هنا 18 وهنا 3، ديفايد 3 1 divide 3 6. 18 divide 3 6، 3 divide 3 1. انا عملت divide 3 فوق divide 3 تحت. 2 multiply 6 يبقى equals 12. 1 multiply 1 1 مش هكتبه، يبقى 12 red apples او 12 apples وخلاص. طب يا مستر انا مش فاهم حته ال simplify دي. بص يا حبيبي، شيل ده كده وتعالى معايا. انا عندي دلوقتي 2 over 3 multiply 18، ال 18 دي تحتها 1 وما بتتكتبش. في المالتبلاي ما ببصش للدينومينيتور ولا حاجه، ده انا بعمل النومريتور مالتبلاي النومريتور والدينومينيتور مالتبلاي الدينومينيتور، يعني اللي فوق مالتبلاي اللي فوق واللي تحت مالتبلاي اللي تحت. حلو حلو. اقول له 2 مالتبلاي 18 equals 2 مالتبلاي 8 يديني 16 6 and carry up 1. 2 مالتبلاي 1 2 plus 1 يديني 3 فتبقى 36. وهنا 3 multiply 1 3 فتبقى 36 over 3، معناها 36 divide 3. 36 divide 3 ب 12 apples. اللي بيجي بعدها how many بيتكتب في الاخر. تمام؟ تمام. افرض كان قال لي how many apples are not red، يعني مش red. هو كان معاه كام؟ كان معاه 18. اللي منهم هتحل دي عادي وهتجيب ال 12، ال 12 دي اللي هم مين؟ اللي هم الريد ابل. طب اللي مش ريد هقول له 18 ماينس ال 12. 18 ماينس 12 ايكوال 6، يبقى في 6 مش ريد. يبقى هم 18 كانوا معاه 12 ريد و6 مش ريد. مش ريد بقى اي حاجه ثانيه. Arrange the following decimal ascending in ascending old order. يعني ايه ascending order؟ يعني تصاعدي. يعني ايه تصاعدي؟ يعني from smallest to greatest. يعني ايه from smallest to greatest؟ يعني من الصغير للكبير. فانا هبص للهول، الهول هنا 1، الهول هنا 2، الهول هنا 0، الهول هنا 0، الهول هنا 1. فين الصغير؟ 0 0. هبص بقى مين في دول؟ هنا 5 هنا 1. لا يبقى دي بقى، يبقى دي اول واحده وبعدين دي تاني واحده، خلاص خلصنا. طبعا انا مش هرقم ده، انا هكتبهم ورا بعض بالترتيب، بس انا بقى بختصر الكلام. طيب هنا 1 هنا 2 هنا 1، يبقى مين؟ يبقى ال 1 وال 1. طب دي ولا دي؟ هنا 2 هنا 8، يبقى دي هي الثالثه، ودي نمبر 4 ودي نمبر 5، واكتبهم هنا بالترتيب. ماشي. اسماء هاز 7 تنث متر، خد بالك 7 تنث يعني 7 اوفر 10 او 0.7، الاثنين صح. She went to a shop and bought 3500. 3500 يعني 35 over 100 او 0.35، الاثنين صح. Meter of clothes. How many meters of clothes has اسماء now؟ هي كان معاها 7 tenths ودي وراحت اشترت، راحت للشوب اهي، bought يعني اشترت 35، راحت اشترت دي. يبقى هي معاها كام دلوقتي؟ هي كان معاها واشترت كمان، يبقى بلس، يبقى 7 اوفر 10 بلس 35 اوفر 100. طب احلها ازاي؟ ما ينفعش هنا 100 هنا 10، لازم 0 0. واقول له ادي فراكشن،
اندينو مينيتور 100 70 بلس 30 100 و5 يبقى 105. اسيبها كده؟ لا، هقول له 105 دي اوفر 100، يعني البوينت افتر 2 ديجيت، يبقى 1 و0 بوينت. لا، افتر 2 ديجيتس، افتر 2 ديجيتس يعني بعد رقمين هنا، فيبقى هنا في رقمين في الديسم. ليه؟ عشان دي 100. وما تنساش تكتب ميتر، لان بيقول لك هاو ميني ميتر، يبقى ام كده مين. يوسف بلايز، انجز بقى شويه، سرع شويه. يوسف بلايز فوتبول فور 1 اند هاف اور. يوسف معاه بيلعب 1 اند هاف اور، هي بلايز ويز سكول تيم فور هاف اور، يعني يوسف بيلعب كله 1 اند هاف اور. هي بلايز ويز سكول تيم، بيلعب مع تيم المدرسه هاف اور. ذن هي بلايز ويز كلاب تيم، بيلعب مع الكلاب بتاعه، التيم بتاع الكلاب هاف اور كمان. اند بلايز الون ذا نست اوف تايم، يعني شويه وقت تانيين اللي هم الباقي، يعني المفروض تقول لي ريست احسن. ذا ريست يعني ايه؟ ذا ريست يعني الباقي. هو بيعمل 1 اند هاف كله، بيلعب هاف مع التيم بتاع المدرسه وبيلعب هاف مع التيم بتاعه بتاع الكلاب، يبقى الباقي اللي بيلعبه لوحده كام؟ طبعا هاف. مش معنى يا مستر ما هاف وهاف يبقى 1 اور ساعه، طب هو بيلعب كله 1 اور اند هاف، يبقى هاف اور لوحده. ماشي؟ عايز تعملها كده تحلها، تقول له 1 اند هاف ماينس 1 ايكوال هاف. مش معنى 1 لان هاف وهاف 1. رايت ذا نمبر، عايز اكتب النمبر ده ان وورد فورم ان اكسباندد فورم. الوورد فورم اقول له ايه؟ اقول له اكتب الهول، الهول هنا 3 يبقى 3. قلت لك اول ما تشوف البوينت معناها ان، البوينت جت تقول له ان، واقرا الهول الديسيمال على بعض 27 يبقى 27. واوعى تنسى اخر كلمه لانها اهم كلمه. هنا في كام ديجيت في الديسيمال؟ 2 ديجيتس، رقمين، يبقى هكتب هنا 100. طب افرض كانوا ديجيت واحد، كنت كتبت 10 كده، انا عملتها وورد فورم خلص. طب اكسباند، هجيب اكسباندد يعني ايه؟ اكسباندد يعني كلمه السر بتاعتها فاليو، هجيب الفاليو بتاع كل واحد من دول، ال 3 تبقى 3 بلس ال 2 يبقى 0.2 بلس ال 7 يبقى 0.07. شوف بقى السؤال اللي قلته لك في الأول، How many sevens in the number 3؟ دي معناها إيه؟ معناها 7 multiply 3. 7 multiply 3 كام يا مستر؟ 21 sevens. ماشي؟ How many fifths in 5؟ 5 multiply 5. How many 6 in 8؟ 8 multiply 6. Write three different values of the digit 9 in the number. يعني عايز الفاليو بتاع دي والفاليو بتاع دي والفاليو بتاع دي. الفاليو بتاع ال 9 الأولى 9، الفاليو بتاع ال 9 الثانية 0.9، الفاليو بتاع ال 9 الثالثة 0.09. بس كده. يلا آخر سؤالين أهو. أحمد has 15 cakes. يعني أحمد معاه 15، يبقى ده كل اللي معاه. 3 over 5 of them are covered with chocolate. هي تشوكلت على بعض، المفروض ما فيش مسافة هنا. تشوكلت. How many chocolate cakes are there؟ بقول لك في 3 over 5 منهم تشوكلت، يبقى 3 over 5 multiply ال 50. 15 دي يبقى 15 over 1 equal. هقول له ايه؟ هقول له يا مستر divide 5 equal what equal 5 equal the 3 divide 5 1. ما هو ايه؟ اي حاجه من فوق تنفع ديفايد مع اي حاجه من تحت بعمل، اهو هنا ال 15 وهنا ال 5، الاثنين دول ينفعوا ديفايد 5، يبقى ديفايد 5 ايكوال 3، ديفايد 5 ايكوال 1، 3 مالتبلاي 3 يبقى 9، 1 مالتبلاي 1 يبقى 1 في الدينومينيتور هنا ملوش لازمه يبقى 9. يبقى هنا 9، ما تنساش هاو ميني ايه؟ تشوكليت، يبقى تشوكليت كيك. تشوكليت كيكس. تمام؟ يبقى 9. افرض قال لي نوت تشوكليت، اقول له ايه؟
هقول له 15 ماينس الناين اللي هم اللي تشوكلت يديني كام يا مستر؟ يديني 6. بس طبعا هو مش عايز. يلا اخر مساله، ودي جايه في الامتحان، جايه في الامتحان، جايه في الامتحان، مش لازم نفس المساله بس شبه. بقول لك هنا from the opposite double bar graph and answer the question how many girls in the primary farm. اول حاجه لازم ابص على الكي، يعني المفتاح بتاع البار، الدبل بار جراف. ماشي ماشي. هقول له ايه؟ هقول له يا مستر هنا الجيرلز اللون ده الجراي والبويز البينك. ليه ما كان يقلبه؟ مش مشكله. فاقول انا عايز الجيرلز في برايمري 5. في برايمري 5، برايمري 5 اهي الجيرلز، يبقى الجراي، الجراي اهو، امشي كده امشي كده اهي، يبقى دي 70. لما يقول لي هاو ميني يبقى عايز رقمه. هاو ميني بويز ان برايمري 1؟ ادي برايمري 1. برايمري 1 فيها كام بوي؟ اروح كده البويز اللي هي البينك، امشي يا مستر البينك اهي، البينك دي شوف شوف، امشي امشي الاقيها بينهم بين ال 10 وال 20، يبقى ايه؟ يبقى 15. ماشي. هاو ميني ستودنت، وركز في السؤال ده، ستودنت ده يعني جيرلز وبويز الاثنين ان برايمري 3. فين برايمري 3؟ برايمري 3 اهي، الجيرلز بكام؟ الجيرلز اللي هي دي اهي ب 80، يبقى 80 بلس البويز بكام؟ البويز اهي ب 90، 80 بلس 90 يبقى 170. 170 اهي 170. عملتهم بلس ليه؟ لانه قال لي ستودنت، ما قالش جيرلز، ما قالش بويز، ده قال لي الستودنت كلهم مع بعض. What's the difference؟ difference دي يعني minus between girls and boys، يعني الجيرلز minus البويز او البويز minus الجيرلز، المهم الكبير minus الصغير. فين بقى يا مستر؟ قال لك in primary 4. في البرايمري 4، ادي البرايمري 4 اهي. الجريتست مين؟ الكبير ده اهو 100، يبقى 100 minus السمولست اهو 90، يبقى 100 ماينس 90 يبقى 10، يبقى الحل بتاعي 10، لانه قال لي ديفرنس يعني الماينس بتاعه. Which grade has the same number of boys and girls؟ مين الجريد اللي عندها نفس الرقم بتاع البويز والجيرلز؟ مين اللي ايكوال؟ مين اللي متساويين؟ اهي دول قد بعض اهو، الاثنين 6، يبقى برايمري 2. هكتب برايمري 2 او جريد 2، الاثنين صح. ماشي. يبقى ده يا عم شوية الأنسر المحترمين دول، مهمة جدا، مهم جدا، كلام والله محترم جدا. لسه كومبليت. بص أنا هاخد بريك 5 دقايق، ماشي؟ لو أنت عايز، أنا بس هقفل، استنى كده بقى، ندخل بقى دلوقتي نفرم الكومبليت. الكومبليت هو اللي تشوز، بس ده تشوز وده كومبليت، يعني هي بتبقى نفس الأسئلة بس ده جايب لك تشوز، انما ده ما جابش تشوز. خد بالك بقى من حاجه اللي هي 8 and 3 over 9 minus كام equal 3 and 1 over 9. اول حاجه هقول له كده يا مستر انت اخدت حاجه اسمها، ركز بقى معايا، انا اخدت حاجه اسمها the four cases. كنت بقول لك الفور كيسز دول ايه؟ كلهم ماينس، كلهم ماينس الا واحد. الا مين؟ الا سبيس ماين، يعني نقط ماين، نقط ماينس دي هي الوحيده اللي تتعمل بلس، يبقى كلهم ماينس الا واحد سبيس ماينس، نقط ماين دي الوحيده اللي بتتعمل بلس، يبقى دي الوحيده اللي بتتعمل بلس. تمام. هروح اقرا اقول له 8 and 3 over 9 ماينس نقط، هل دي نقط ماينس؟ لا ده ماينس نقط، يبقى على طول ايه؟ على طول ماينس الجريتست ماينس السمول. فانا هقول له دي فراكشن 3 ماينس 1 2، وال9 هي ال9 تفضل ما، وبعدين 8 ماينس 3 5، يبقى 5 and 2 اوفر 9. جميل جميل. طيب هنا 6 اوفر 8، 6 اوفر 8 is equivalent to، واحد يقول له يا مستر انا اعمل فراكشن، لو انا عايز اجيب equivalent fraction لاي حاجه بعمل multiply فوق multiply تحت على طول لاي نمبر،
يعني 6 دي هعمل مالتي بلاي 2 تبقى 12، ال 8 مالتي بلاي 3 لا، زي ما عملت مالتي بلاي 2 تعمل مالتي بلاي 2، يبقى 6 مالتي بلاي 2 12، 8 مالتي بلاي 2 يديني 16، يبقى 12 اوفر 16 دي صح. واحد يقول لي يا مستر طب ما انا كان ممكن اعمل ديفايد، ديفايد 2 ايكوالز 3 ديفايد 2 ايكوالز 4 فتبقى 3 اوفر 4، صح. طب ممكن اعمل مالتي بلاي 3 مالتي بلاي 5 مالتي بلاي 8، اعمل زي ما تعمل يا بابا ماشي. انما لو قال لك ان ذا سيم بين قوسين في الاخر كده ان سمبلست فورم، لو قال لي ان ذا سمبلست فورم يبقى لازم دي، لازم ديفايد. بقول لي 0.23 as a fraction يبقى 23 over 100، 23 over 100 ليه over 100؟ عشان في هنا رقمين في الديسيم. بقول لي 6.52 in expanded form، expanded form يعني الفاليو بتاع كل واحد، اقول له ال 6 تبقى 6 بلس ال 5 تبقى 0.5 بلس ال 2 تبقى 0.02. طب 1 ماينس 1 اوفر 4 ماينس 2 اوفر 4، ركز، ينفع اعمل ماينس كده وهي سايبه كده؟ لا، قال لك لازم ال 1 ده تخليه 4 اوفر 4، هتشيله وتخليه 4 اوفر 4 ليه؟ عشان الدينومينيتور كله يبقى زي بعض، وبعدين اقول له ال 4 اللي في الدينومينيتور هي هي، يبقى تطلع 4. 4 ماينس 1 3، 3 ماينس 2 ايكوالز 3 ماينس 2 بكام؟ ماينس 1 ماينس 2 تبقى 1، يبقى 1 اوفر 4. 4 بلس 0.1 بلس 0.08 اهي 4 بوينت، ال 1 جنب البوينت يبقى جنب البوينت، ال 8 جنب البوينت بواحده يبقى جنب البوينت بواحده. هنا قلت لما يبقى في 10 هنا يبقى انا عايز ايه؟ عايز اعمل دي مالتبلاي 10، يعني احرك البوينت مره لليمين فتبقى 958 بس كده، عشان تبقى 958 10، يعني 958 اوفر 10 اوفر 10، يعني البوينت افتر 1 ديجيت يبقى افتر 1 ديجيت زي ما هي هنا. اميكسد نمبر عايزها ميكسد، خد بالك ميكسد، ها فال 18 دي في الهول تفضل 18 في الهول، وادي الفراكشن 0.16 يبقى 16 اوفر 100 لان في هنا 2 في الديسيمال. ان اكسباندد اعملها اكسباندد بقى، مش هقول لك عليها لوحدك دي. بقول لي 4 مالتبلاي 1 اوفر 4، عايز اعمل 4 مالتبلاي 1 اوفر 4، اقول له ايه؟ اقول له دي فراكشن وهنا 1 بس ما بيتكتبش. اي هول نمبر، ركز بقى اللي كان بيسأل، اي هول نمبر، اي هول نمبر بيبقى تحتيه 1 بس ما بيتكتبش، فانا ببين ال 1 اللي تحتيه عشان اعرف اعمله مالتبلاي مثلا 2 اوفر 3 اي حاجه. فانا عايز اعمل هنا اوفر 1 عشان اقول له الدينومينيتور مالتبلاي الدينومينيتور والنومينيتور مالتبلاي النومينيتور. فلما تلاقي اي نمبر واقف لوحده هول نمبر وبتعمل مالتي بلاي حط تحتيه 1 يبقى اوفر 1، وبعدين اقول له 4 مالتي بلاي 1 4، 1 مالتي بلاي 4 4، طب ما 4 اوفر 4 دي اللي هي بكام؟ هو 3 اوفر 10 ماينس 17 اوفر 100، اعمل ايه؟ اقول له هنا 0 وهنا 0 واقول له 30 ماينس 17 تبقى 30 تقريبا، 13 اوفر و100 100 تفضلها ماشي ماشي. 0.07 as a fraction تبقى 7 اوفر 100، اشمعنى 100؟ عشان في هنا 2 في الديسيمال. In the word form هقول له ال 12 دي هتتكتب على بعض، الهول كله بيتقرأ على بعض، دي 12 تبقى 12 12 وبوينت، بوينت يعني اند 0.8 تبقى 8 بالايه، بالايه انجلش، ها 8. وما تنساش اهم كلمه تنس، هل الكلام ده صح؟ اتفضل. ليه يا مستر مش دي 8 رقم واحد اهي؟ يبقى تنس يا بابا. هو انا ببص للي انا كاتبه ولا ببص للي في المساله؟ للي في المساله. طب اللي في المساله هنا في كام واحد في الديسيمال؟ في 2، يبقى هنا في على طول 100. جميل. The place value of the digit 7، أنا عايز أعرف ال place value، ال place value بتاع ال 7 0.7، عارف لو سبتها كده هتاخد 0. يا مستر إزاي يعني ما ال 7 جنب ال point تطلع 0.7؟ الكلام ده لو قال لي value
انما هنا عايز بليس فاليو، ما انا لازم ابقى بقرا وعارف السؤال عايز مني ايه. يبقى دي غلط. يبقى السيفن دي البليس فاليو بتاعتها ايه؟ يعني اسم المكان بتاعها ايه؟ جنب البوينت على طول تبقى تنف. مش هقول دي بقى خلاص، تقدر تعمل بالانس وتحل. طب دي مالتي بلا. بص سؤال محترم ده، سؤال محترم ده. بقول لي 4 اوفر 4 مالتي بلاي 3 اوفر 7 ايكوال 3 اوفر كام؟ يا مستر المسألة دي غلط، انت غلطت فيها صح؟ لا ما غلطتش صح. ازاي؟ مش المفروض 4 مالتي بلاي 3 ب 12؟ انت كاتب لي 3 هنا ليه؟ لازم تبقى بتفهم. بفهم ازاي؟ ابص ال 4 اوفر 4 دي كلها، هي 4 اوفر 4 دي بكام؟ ب 1. الله، يعني دي اكنها اتشالت كده وتحط مكانها 1. 1 مالتي بلاي 3 اوفر 7 ب 3 اوفر 7 هي هي؟ اه، ما هي ال 1 مالتي بلاي اي حاجه تطلع نفسها. طب ما هي 1 مالتبلاي 3 اوفر 7 تطلع 3 اوفر 7. طب هنا 4 اوفر 5 ايكوال 24 اوفر ال 4 بقت 24، عملت مالتبلاي 6، هتنزل تحت تعمل مالتبلاي 6، 5 مالتبلاي 6 ايكوال 30. هنا يقول لك 3 مالتبلاي 2 اوفر 5، اهو ادي ال 3 في الدينومينيتور يبقى تحتيها 1. 3 مالتبلاي 2 يبقى 6 اوفر 1 مالتبلاي 9 يبقى 9. لو سبتها كده تمام، بس الاحسن تخليها سمبلست فور وتقول له 6 وال9 الاثنين ينفعوا ديفايد 3، يبقى 6 ديفايد 3 2، 9 ديفايد 3 3، يبقى 2 اوفر 3. 7.5 10، يبقى هعمل مالتبلاي 10، يعني احرك البوينت مره هنا فتبقى 70. 0.7 از ا فراكشن يبقى 7 اوفر 100. 2 and 8 over 10 ممكن اقول له ايه؟ اقول له 2.8، دي واحده. وممكن اقول له 28 اوفر 10 واحده كمان، وممكن اقول له انا بس خلاص كفايه، او ممكن اقول له كمان 2 and 80 اوفر 100 عادي. كلهم دول ايكوال اللي في الاول دي، لا اما تخليها ديسيمال، لا اما ترفع لي دي فوق فتبقى 28 اوفر 10 اللي هي امبروبر، لا اما تحط لي 0 فوق 0 تحت كده فتبقى 80 اوفر 100 برضو كلهم واحد. 16 اوفر 100 ولا 0.34، خلي دي ديسيمال يبقى 0.16. طب دي 1 ودي 3 يبقى 3 طبعا. عايز اعمل دي بلس، ادي 10 تحت زي ما هي، اقول له 4 بلس 3 7 بلس 2 9 بلس 4 يبقى 13، يبقى 13 اوفر 10 اللي هي 1.3. او اقول له 1 and 3 اوفر 10 الاثنين صح. 55 0.55 هندردز هندردز، يعني هعمل مالتبلاي 100، احرك البوينت 1 2 مرتين طلعت بره فتبقى 55. عايز اعمل ماينس، ودي بقى عامله لنا قلق جامد جدا، دي عامله قلق جدا جدا. يقول لك يا مستر ده الدينومينيتور ده مش زي الدينومينيتور ده، احلها ازاي؟ يا بابا مش انا عاطي لك نوت كده؟ النوت دي بتقول لك ان هاف ايكوال اي فراكشن، اي نمبر على الدبل بتاعه او بالبلدي كده، لما اللي فوق يبقى هاف اللي تحت، لما النومريتور يبقى هاف الدينومينيتور، لما اللي فوق يبقى نص اللي تحت، زي 2 اوفر 4 اللي فوق 2 اللي تحت 4، ال 2 نص اللي فوق، او 3 اوفر 6 ال 3 نص ال 6، او 4 اوفر 8 او 5 اوفر 10 او 100 اوفر 200. لما النومريتور يبقى هاف الدينومينيتور على طول يبقى الفراكشن ده ايكوال هاف. فانا هروح ابص كده يا مستر، ده 3 اوفر 6، 3 اوفر 6 دي اصلا اللي هي هاف، فبيقول لي 2 اند هاف ماينس هاف، يعني 2 اند هاف شلت منها الهاف فضل لي 2 بس يا بابا. طيب 177 وهنا اوفر 100 اعمل ايه؟ اقول له يا مستر اوفر 100 يعني البوينت افتر 2 ديجيتس فتبقى 1.77. بس هو هنا بيقول لي ميكسد نمبر، اقول له ايكوال ال 1 في الهول يبقى 1 و77 ادي 77 اوفر 100. 5 اوفر 9، ال 9 عملتها مالتي بلاي 9 هتعمل دي مالتي بلاي 9 تبقى 45. 9 اوفر كام ب 1؟ طبعا 9 اوفر 9.
90 تنث معناها 90 اوفر 10، معناها الزيرو ده يطير مع الزيرو ده تبقى 9. 6 و3 اوفر 4 امبروبر فراكشن، ادي الفراكشن واقول له الفور ماليش دعوه بيها. 6 مالتي بلاي هنا وبلس هنا، 6 مالتي بلاي 4 24 بلس 3 يبقى 27. عايز اعمل دي بلس اعملها عادي، ادي ال 100 زي ما هي و54 بلس 4 يبقى 58. هاف بلس، ايوه، السؤال ده جميل. هاف بلس 4 اوفر 2 بلس 3، ايه ده بقى ده بقى؟ ايه 4 اوفر 2 دي؟ 4 اوفر 2 معناها 4 ديفايد 2 اللي هي 2، فدي اصلا ب 2. طب 2 بلس 3 يبقى 5، والهاف يبقى 5 اند هاف. ماشي؟ 3 اند هاف ماينس 2 اند هاف، الهاف ماينس هاف خلاص خلص، يعني هاف ده شلت منه هاف راح. 3 ماينس 2 1. طب 27 اوفر كام يديني 3؟ عايز احط حاجه هنا تديني 3، يبقى 27 اوفر 9، عشان 27 اوفر 9 يعني 27 ديفايد 9، 27 ديفايد 9 3. ولو انت ناصح هتعمل كده، دون مالتي بلاي 3 مالتي بلاي 9 لو 27 ماشي. ذا بليس المفروض فاليو، ذا بليس فاليو اوف ذا ديجيت 3، البليس فاليو بتاع ال 3 تبقى ايه؟ 100 بالتي اتش. هنا يقول لك مين از يوزد تو شو فريكوينسي اون ذا نمبر لاين، ده مين اللي بنستخدمه عشان نعمل الفريكوينسي؟ ده ايه؟ ذا لاين بلوت. فريكوينسي دي اللي هي نمبر، ذا نمبر اوف هاندردز ان وان هول، قلتها لك يلا. نمبر اوف هاندردز يبقى 100 هاندردز، نمبر اوف تينث يبقى 10 تينث، نمبر اوف ايتس يبقى 8 ايتس، نمبر اوف 5 يبقى 5 فيفث. بقول لك هنا مين از ذا موست ريبيتد، موست ريبيتد يعني اكتر واحد بتكرر، مين اكتر واحد بتكرر؟ اهو ده اكتر واحد هنا اهو، يبقى 3 اوفر 4، ده اكتر واحد بيتكرر، هو عليه 4 اكس اهو، انما ده اكس واحده، دول 2 اكس، دول 3 اكس. To represent the population of دقهلية، أنا كاتب دقهلية عشان خاطر دقهلية دي اللي أنا عايش فيه. In 2020 and 2024 we should use، يعني إحنا ممكن نستخدم إيه؟ المفروض نستخدم إيه؟ طبعا الدبل بار جراف. إشمعنى يا مستر الدبل بار جراف؟ علشان خاطر يا مستر دي بيقارن بين حاجتين أهو. يبقى انا كده خلصت، كمان كلمه واحده بس واقفل، كلمه واحده. لو انا عندي 3 اوفر 5 مالتبلاي 25 احلها ازاي؟ عشان اللي كان سأل اقول له يا مستر ده مش فراكشن، خليه فراكشن اهو، خليه تحت هنا 1، هو اي هول نمبر تحت 1 بس ما بيتكتبش، ماشي. وبعدين اقول له 3 مالتبلاي 25 اروح احلها هنا وبعدين ديفايد 5، ده الوزن اللي مش جامع، هو هيحلها صح بس مش قوي كده. القوي يعمل ايه؟ يقول له يا مستر انت قايل لي ان في حاجه اسمها سمبليفاي، سمبليفاي دي يعني اختصر، اي حاجه من فوق في النومريتور تنفع ديفايد مع اي حاجه من تحت في الدينومريتور اعملها. لقيت هنا 3 ومفيش هنا حاجه تنفع ديفايد 3، ماشي. طب هنا 5 وهنا 25، ده الاثنين دول ينفعوا ديفايد 5، يبقى 5 ديفايد 5 1، 25 ديفايد 5 ايكوالز 5، فيبقى هنا 3 مالتبلاي 5 15، 1 مالتبلاي 1 1، فتبقى 15 اوفر 1. طب 15 اوفر 1 دي بكام؟ ب 15. ماشي الحمد لله عدت على خير، خلصنا المتميز كله. طبعا كل اللي بنعمله ده مش عشان خاطر امتحان مارس، امتحان مارس يتحل بنص صباع رجلك اليمين او الشمال، يعني بحاجه بسيطه كده تقدر تحله وتطلع تقفله ان شاء الله. وبطمنونا يا حبايب قلبي. هنستأذن الناس اللي هم معانا في الاونلاين اننا هننزل الحصه دي للناس، لله كده صدقه على روحكم مش على روحكم، صدقه على روحكم سواء عايشين او مش عايشين، كلنا ارواح، صدقه عليا وعليكم كده للناس كلها، هنزلها على اليوتيوب. تمام، اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، سلام.